اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة يا جماعة جايبة لكم فكرة جميلة جدا. قبل ما بنبدأ في الفيديو يا جماعة، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة. تحت الفيديو يا جماعة موجود الجرس، اضغطوا عليه واختاروا كلمة الكل عشان يوصل لكم كل اشعارات من الفيديوهات الجديدة اللي احنا بنقدمها. وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات من انهي بلد انتوا بتتابعوني يا حبايب قلبي. بيشرفني جدا وجودكم في قناتي، انتوا على راسي من فوق، اجمل متابعين عندي في الدنيا. عندنا البامبرز زي ما انتوا شايفين، اي بامبرز ممكن تستخدمي بالفكرة الجميلة دي، هتعجبك جدا جدا الفكرة اللي احنا بنقدمها ليكي، هتستفادي بيها جدا خصوصا في الحر بقى وفي فصل الصيف بقى، ده جميل جدا بقى، هيوفر في الميزانية وفي الكهرباء وفي كل حاجة. بس دلوقتي عندنا ايه بامبرز، ممكن تستخدمي 2 بامبرز في يعني في الفكرة دي. زي ما انتوا شايفين انا بفكه بكل سهوله من الجنبين كده، يعني مش ضروري مقص ولا اي حاجه، هو بيشد وبتقطع معاكي بكل سهوله. بس اهم حاجه بيبقى جواها حبوبه، حبوب كده عامله زي الملح ده، بتحتفظ بيه ما ترموهوش. ده محتاجاه برضو في الوصفه، يعني اي بودره كده جوه البامبر ما ترموهوش. زي ما انتوا شايفينه، زي ما حضراتكم شايفين انا ايه بنفضه وبخليه جوه البامبرز، احاول بقى ايه اطلعه خالص كده زي ما حضراتكم شايفين، ما بسيبش ولا فتفوتة. زي ما انتم شايفين. بعد كده بجيب بولة عندي، اي بولة عندي انا بجيبها، هبتدي بقى اجيب البامبرز اللي جوه عامل زي القطن كده، بقطعه حتت زي ما انتوا شايفين، وزي ما انتوا شايفين عامل زي السكر او زي الملح اللي هو ايه زي ما انتوا شايفين اللي بينزل منه، انا ايه عايزاه، ده اهم حاجة في الوصفة دي. بعد كده بنفضه خالص كده، ما بخليش فيه ولا فتفوتة. خلاص نفضته وخلصت كل حته فيه، بقطعه بقى اي حته صغيره، احاول بقى اقطعه كل اللي ما فيه حته صغيره خالص. ما تنسوش قناتي يوميات قرنفله، انا بقدم كل حاجه، وصفات، هتلاقوا روتينات، ادخلوا على القناه عندي وشوفوا الفيديوهات ان شاء الله كلها هتعجبكم. واي استفسارات اكتبولي في التعليقات في الكومنتات، وانا هرد عليكم بكل الاسئله اللي انتوا عايزينها، وتقولولي ايه اللي انتوا عايزينه في الفيديوهات وانا ايه هعملها ان شاء الله. يا رب فيديوهاتي كده تنول اعجابكم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين خلاص قطعته، بجيب حوالي يعني يا مج يا مجين ميه، بفضي عليها حوالي مجين مية. وعايزة في الوصفة دي برضو 2 كيس، 2 كيس بلاستيك. ممكن بتعملي بدل بامبرز واحد 2 بامبرز، وتجيبي 4 كياس، وهقولك السبب ليه. حطينا اول مج وهحط مج تاني، ادي المج التاني حطيته عليه، هو بيشرب كمية المية بطريقة انتوا عارفين، البامبرز دي يعني امتصاص درجة عالية من المية. كل ده بقى هيبقى زي الجيلاتين، انا بحط عليه بقى ايه يعني حوالي 2 معلقة من الدوني. الدوني بيخلي ريحته في منتهى الجمال، في نفس الوقت بيديله لون حلو وريحة جميلة. زي ما شايفين بقى بعد ما امتص عامل زي الجل بالظبط، اكنه عامل زي الجل. هاخدهم طبعا هقسمهم على قسمين، هو مص كل ميه زي ما شايفين ما فيهاش ولا نقطه ميه.
هنجيب الكيسين بتوعي هنقسمهم اتنين، هنملى الكيس دوت وهنملى الكيس التاني. يلا يا قرنفلة. احلى متابعين، ربنا يخليكم يا رب. ما تنسوش اللايكات يا جماعة اللي بتعلي الفيديو. ادي حطينا اول كيس مليناه، والتاني هنملى بيه برضو الكيس التاني، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم، وعايزاكم تشاركوا الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم وقرايبكم عشان يستفادوا بكل الفيديوهات اللي انا بقدمها. ما بخليش اي حاجة خالص، زي ما انتم شايفين كل الجل دوت اللي بيبقى في البامبرز بحطه في الكيس. خلاص مليت الكيسين، بعد كده باخد كل كيس بحاول افرده على قد ما اقدر، هنبططه كده بايدي وهنفرده، هنبططه زي ما حضراتكم شايفين. ادي عملت اول كيس وادي عملت الكيس التاني، نبططه كده ونفرده زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما بططتهم الاتنين كده، وزي ما قلت لكم ممكن تعملوا الاتنين بامبرز بنفس الطريقة، يعني تعملوا 4 كياس. بعد كده ما بططتهم بجيب اي رباط عندي بقى، اسك فلوس يعني المتوفر عندك اي رباط. انا عندي كده شريط، بس مش لازم يعني، شريط عادي. بربط بقى الكيسين، كل كيس بربطه لوحديه، وبعد ما هربطهم ان شاء الله هحطهم في قلب الفريزر. بربط طرف كده واسيب حتة من طرف الشريط زي ما انتوا شايفين كده طريقة الربط بتاعتي. بعد ما هربطه كده هوت يا جماعة، واحطهم في فين؟ في الفريزر. وبعد بقى ما احطهم في الفريزر يجمدوا هقول لكم هنعمل ايه ان شاء الله. خليكم معايا لاخر الفيديو، اوعوا تروحوا في مكان. هنشوف بعد كده هنعمل ايه بعد ما يجمدوا ان شاء الله، حطهم في الفريزر وبعدين نكمل الفيديو. بعد ما جمد معايا يا جماعه الاكياس بتاعتي، زي ما قلت لكم ممكن نعمل منه 4 كياس بالطريقه دي، بحيث لما يسيح 2 منهم هتدخليه تاني في الفريزر وتطلعي المتجمدين وتعمليهم بالطريقه دي. هنربطهم على المروحه، طبعا في بلاد الحر الجيد، طبعا عارفين جو اليومين دول الحر بطريقة مش معقولة، وفي ناس بيبقى ما عندهاش تكييفات، وفي ناس ما عندهاش مبردات. الفكرة دي اكنك قاعدة قدام تكييف، جميل جدا بقى، فكرة رهيبة. هتربطيه بالطريقة دي، تعلقيه من هنا ومن هنا الكيسين. يا سلام بقى، ايه اي معطر عندك تحطيه في قلب الكياس، لو ما عندكيش حطي الدوني زي ما قلتلك، بيخلي ريحه بقى ايه الاوضه العطر بقى قدامها حاجه واو. يا رب يكون بقى فكرتي تكون عجبتكم. عايزه كومنتاتكم الحلوه، شجعوني حفزوني بلايكاتكم بالتعليقات، اللي بتشجعني وتحفزني اعمل فيديوهات كمان وكمان. يلا يا حبايب قلبي، ما تنسوش لايكاتكم كده واشتراكاتكم، وتقولوا لي من انهي بلد انتوا بتتابعوني، وعايزاكم بقى تنتظروني ان شاء الله في فيديوهات كتيره ان شاء الله، وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، وعايزين ايه تاني في الفيديوهات انا اقدمها، واي كومنت او تعليق انا برد عليه. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم يا جماعه. يا سلام بقى، شايفين بقى مروحه بقى بتطلع الهوا. يا وعدي يا وعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.